ولاية الخرطوم اللي أقيم في مدني، ومن الناس اللي تميزوا أيضا في هذه المنافسة. فنحن اخترنا مدني يتكلم معاه كثير، وخليه حقه تتكلم معانا هنا عشان نسمع الأغنية. عارف قبل ما ندخل على الهواء وقبل ما نتواصل مع كل المستمعين في السهرة دي، هي كانت خايفة. أنا قلت لها يا أفراح أنت بتتمتمي؟ قالت لي أنا أصلا بتمتمي. قلت لها لا أنت ما أصلا بتتمتمي، لأنه في الغنى بتغني كويس. إذا أنت تتمتمي لنا الغنى. تتمتمي. أغنية هي اسمها يعني ضوء القمر. ضوء القمر؟ نعم. كلمات وألحان الأستاذ عادل حسن. Yeah.
صوتي.